اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك عليم. طيب هنعدي دلوقتي على الكلام اللي احنا قلناه في ثانية كده. احنا قلنا اول حاجة اللي هو استشو نيماتود. طيب المورفولوجي، انا عندي القطط والميكروفلاري، خدوا بس مني الكلام دلوقتي وانا جايبه لكم صور للقطط والميكروفلاري في السلايد الجاي. طيب القطط بتبقى ستريت لاين، يعني ايه ستريت لاين؟ يعني عامله زي شكل الخيط، تمام. بتبقى سلندريكال ورم، يعني سلندريكال يعني مجوفه، يعني اسطوانيه. خدت كروس سكشن بسيط جوه في جود فرونت اورجن، تمام. والفيميل بتبقى 6 سم والميل بيبقى 3 سم. طيب الميكروفلاري بتبقى شيدد، يعني ايه شيدد؟ يعني حوالين ممبرين بيكفرها من بره، وهي فولي فنيكليا، والتيل بتاعها سكينج كيرفد، نقط بان النيوكليا بتوصل لحد التيب اوف تيل، يعني التيل هو كمان هو فولي فنيكليا. طيب الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتبقى تروبيكال افريقيا، يعني تروبيكال افريقيا يعني موجوده في وسط وغرب افريقيا. طيب الديزيز اللي هو لويزس، البره سهله جدا، تمام. والاي ورم ديزيز والكاروسينيك، برضو خدوا مني الكلمتين دلوقتي وهنشرحهم برضو قدام. طيب اللايف سايكل، انا عندي انسان سليم ما فيهوش حاجه، بتيجي كرايسوبس تقرصه، يعني تقرصه يعني بتعمل بنتريت للسكن، هتقرصه موجود في البروبوس بتاعها اللي هو الماوس بتاعها، اني ستيج من استيجات البرازيت ال L3، بتعمل بنتريت للسكن، بتحط ال L3 دي تحت جلد، يعني بتحطها في السبكتينيس تيشو. ال L3 بتكبر تبقى ادلت ميل وفيميل، ادلت ميل وفيميل عايشين في السبكتينيس تيشو، بيتجوزوا ويخلفوا ويجيبوا البيبي بتاعهم. البيبي بتاعهم اسمه الميكروفلاري، بيعيش معاهم في السبكتينيس تيشو، لا بيعيش معاهم في السبكتينيس تيشو، بيجيبوا الميكروفلاري يروحوا يحطوها في البلاط. بعد كده بتيجي كرايسوبس تاني تورس الانسان، هتاخد منه دلوقتي الميكروفلاريا اللي موجوده في البلاط، تدخل الميكروفلاريا في الكرايسوبس تحول ل L1، بعد كده L2، بعد كده L3، خلاص كون L3 تروح في البروبوزس عشان تورس انسان تاني، تمام. تمام يبقى من الديفينيتيف فاست المان الهابيتات السبكتينيس تيشو الانفكتيف ستيج ال L3 الفيكتور الكرايسوبس مودم انفكشن عن طريق البايت اوف فلاي. طيب الباثولوجي كلمه واحده بس، الرجيك انفلاماتوري ريسبونس. يعني الرجيك انفلاماتوري ريسبونس؟ يعني احنا بنشغل الاميون سيستم، الاميون سيستم يطلع الاميون سيل، اكتر خلايا بتطلع في حاله البارازيتيك انفكشن هي الايزينوفيليا، تمام. فهنطلع الايزينوفيليا بعدد كبيره جدا. طيب الكلينيكال بيكتشر، انا عندي حاجتين، عندي ايورومتزيز، يعني ايورومتزيز يعني هيبص في المرايه يلاقي البارازيت في عينه، يعني الورم بتعمل كروسنج للاي، تمام. تمام وعشان الورم موجوده في عينه يحصل فيه 4 حاجات، بيبقى في كونجيجن، يعني كونجيجن تبقى محمره اللي هو البلاد اللي رايح للعين هيزيد، ويبقى بنكود بين اكيد طبعا، في بارازيت في عينه اكيد هتوجع، يبقى عنده لايت سنسيتيفيتي، ويبقى عنده اتشنج، تمام. تمام تاني حاجه الكالبر سولينج، الكالبر سولينج ده بيبقى سولينج اب تو 3 سنتي، بيظهر مثلا في ايده مثلا يومين ثلاثه يختفي، وبعد كده يظهر في ايده الثانيه يومين ثلاثه يختفي، مثلا يظهر حوالين عينه، تمام. هو عامه بيظهر في الاطراف او حوالين الاوربت، تمام. تمام وال الكالبر سولينج ده بيبقى سبكتينيس، بيبقى اب تو 3 سنتي، بما انه التندر، يعني التندر يعني لو انت مثلا بتعمل له اكزامينيشن ولا مس هو مش هيوجع، وبيبقى اتشنج عشان احنا اصلا عندي الرجي، والالرجي دي بيطلع منها هيستامين وكده، فهي ايه هو اللي بيعمل له الاتشنج ده. طيب ازاي اعمل دايجنوزس؟ اعمل دايجنوز اول حاجه الميكروفلاريا موجوده في البلاط، هنعمل تحليل من البلاط، هناخد سامبل وكده هنلاقي فيها الميكروفلاريا، تمام. احنا قلنا لما اضغط ميل في ميل بيتجوز يبقى الميكروفلاريا بيحطها في البلاط. طيب احنا دلوقتي هاخد سامبل من البلاط عشان اشوف فيها الميكروفلاريا، عملها طول النهار عادي؟ لا بعملها ديورنال، ايه ديورنال؟ يعني من 8 الصبح ل 8 بالليل، لو انت عملته بعد كده الميكروفلاريا هتبقى 9 بيه وهتديجنوز غلط، تمام. فبنعمل التحليل بتاع البلاط بتاع الميكروفلاريا ديورنال من 8 الصبح ل 8 بالليل، بعد كده الاقي الاضغط في ميل موجوده في عينه او في السكن، يبقى مهم نعرف اللي احنا بنلاقي ايه في البلاط. الميكروفلاري بنلاقي في عينه هي الادلت فيميل، والمانيفيستاشن اللي هي الاري ورم ديز، وهي الكالبر سوري في منطقه انديميك اري، دي برضه تعمل دايجنوز، او لا الانتي بودي او لا الايزونفيلي. طيب التريتمنت، عندي دواء زي الكارنزين، هو دراج في تشويس عشان هو اكتف اجينست الاثنين الادلت والميكروفلاري، انا مش هلاقي احسن من كده. طيب البريفنشن، اول حاجه باخد دواء زي الكارنزين دوز 300 مللي جرام للادلت، ده يحميهم اصلا يحصل لهم انفكشن او سيلف بروتكشن، او السيلف بروتكشن ده اللي هو في روبلانت، روبلانت ده برش علينا في اتش مريح ما تجيش تقرص، او نلبس هدوم فاتحه اللي هي كلر كروزس. ليه بنلبس هدوم فاتحه؟ عشان الهدوم السمراء بتبقى اتراكتيف ليها، فاحنا لو لبسنا هدوم فاتحه مش هنكون اصلا اتراكتيف للكريسوس، مش هتيجي تقرصنا، فمش هيحصل انفكشن. اخر حاجه فيكتور كنترول، ادي هي صوره للادلت، احنا الادلت بتبقى ستريت لايك، ايه عامله زي شكل الخطا اهي، تمام. وسلندريكال يعني خدت كروس سكشن بسيط جوه اللي هي في جوه الفرنت اورجن، والفيميل 6 سم والميل 3 سم. وهي صوره للميكروفلاريا، الميكروفلاريا تبقى شيدد حوالين ممبرين بيكفرها من بره، اللون الابيض اللي حواليها ده هو ده الشيد اللي بيكفرها من بره، تمام. والتيل بتاعها سكينج كيرفد، بين اول التيل بتاعها كيرفد، ويفول في نيوكليوي، هي مليانه نيوكليوي، النقط البيضاء دي هي النيوكليوي، تمام. بعد كده الاي ورم ديزيز، اهي الورم موجوده في عينه اهي، احنا قلنا عشان الورم موجوده في عينه هيبقى في بين، ويبقى في لايسنتيف، ويبقى في كونجيشن، ويبقى في اتشنج. وادي الكالبر سويلنج، سويلنج اهو
هيقعد مثلا يومين ثلاثة في ايده ده ويختفي، وبعد كده يظهر في ايده التانية، هيبقى سبكتينيس، بيبقى نو تندر، بيبقى 3 سنتي، وبيبقى اتشينج عشان الهيستامين اللي بيطلع. بس كده خلاص خلصنا، الحمد لله، باي باي.